والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، نستمع إلى قامة علمية وإدارية لها إسهامات كبيرة في تطوير التعليم العالي في مصر. شخصية تجمع بين الخبرة الأكاديمية والرؤية القيادية، وهو رجل يقود هذه الجامعة برؤية طموحة لتقديم تعليم يجمع بين الابتكار والجودة، وأيضا تحقيق التميز لطلابها في مختلف المجالات. فلنرحب معا بالدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بادية، فليتفضل يستعرض معنا الرؤية الأكاديمية والتطلعات المستقبلية للجامعة. صباح الخير جميعا. دولة رئيس الوزراء، أنا الحقيقة يعني في حضرة قامات مصر ويعني علة القوم، فأنا برحب بحضراتكم، وأعتقد ترحيبي بدولة رئيس الوزراء يجب الجميع بعد إذن حضراتكم. الحقيقة تشريف سيادتك وسيادي النائب والسادة الوزراء لهذا الحفل إنما هو رسالة قوية لمصر والوطن العربي، أن الدولة والحكومة داعمة بصورة أساسية لكل تجربة جادة في هذا الوطن، وخصوصاً في مسار التعليم والبحث العلمي، لأنه هو ما يبنى عليه المستقبل. ودولة الرئيس، الحقيقة برضو بنشكر سيادتك شكر تاني على مقابلة وفد جامعة تكساس الطبية دكتور رايزر والسادة النواب. هذه المقابلة كان لها بالغ الأثر، والعلم سيادتك كان لغاية هذا الوفد ما كان شرف مصر، كان لسه الموافقة النهائية على أن هم يعملوا جوينت فينشر ما كانتش موجودة، لكن لقاء حضرتك والبشن اللي حسوه من سيادتك في استقطاب مثل هذه الجامعة بكل مقاوماتها كان حسناه. لما سافرنا احنا بقى تكساس وقابلنا العمدة ورئيس يوتي سيستم، فكان الكلام ساعتها ان الإحساس بمقابلة رئيس الوزراء كان هو الفيصل والقرار النهائي ان هم يدخلوا مصر. الحقيقة الصبحية النهاردة يعني قريت باراجراف جميل قوي، يعني بيقول ايه: so many animals in the jungle is more powerful, stronger, taller than the lion, but at the end of the day the lion eat all of them for the lunch. That's why, because of the attitude equal confidence. هو ده يا فندم اللي خدناه من حوالي 6 سنوات، أنا ومجموعة من الزملاء، وذهبنا إلى جامعة النهضة، جامعة في صعيد مصر اشتراها المهندس محمد الرشيدي ومجموعة مستثمرين، وكان جامعة فيها العديد من المشاكل. 2015 اشتروها، وصلت ل 2017 إن السيد الرئيس طلب من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك إنه يقفلها، وبدأنا من النقطة دي. كان فيها العديد من المشاكل. بدأنا الحقيقة، كان الداعم الرئيسي الحقيقة في رحلة النجاح كان المهندس محمد الرشيد. الاستثمار وصناعة يعي معنى الحرفية، وكان بيقف عند أو ينتهي عند كان نكون مالكا فقط ولم يتدخل يوما في الإدارة. وده يمكن سر من أسرار نجاح الجامعات الخاصة أو مشكلة من مشاكلها، والدكتور خالد ومعالي الدكتور أيمن يعلموا ذلك. مشكلة كبيرة من مشاكل التعليم الخاص دخول الملكية على الإدارة، وده عطف في القانون. الحقيقة المهندس رشيدي ما كانش محتاج تعديل قانون عشان يقف عند حدوده، وكان محور نجاح خطير جدا لجامعة النهضة. وكمان صادفنا محافظ للإقليم بني سويف، محافظ شاب ناجح، التقط أن هذه الجامعة فيها موارد بشرية ومادية ممكن تخدم المجتمع، وهنا كانت بداية الانطلاق. لن أدعي شرف لا أستطيعه ولا أتحمله أن أقول لسيادتك أنني قدمت في جامعة النهضة أحسن تعليم أو أحسن بحث علمي، لأنه لا يوجد في العالم كله أحسن تعليم أو أحسن بحث علمي، هي عملية نسبية فقط. إحنا تعليمنا في مصر كويس، ولكن طول ما في تغيير، ولسه بتكلم مع دكتور محمد النهارده، ان طول ما في كلام وطول ما في موتيفيشن، طول ما في العالم كله يا فندم في حاله حراك، واعتقد ان كتاب امه في خطر ليس ببعيد لريجان. فلا ادعي ان انا قدمت احسن تعليم او احسن بحث علمي، ولكن انا ومجموعه زملائي ارسينا
منظومة قوية جداً من الأخلاق والمثل والقيم في هذه الجامعة اللي كانت منفلتة علمياً وأخلاقياً. الحقيقة ده كان له بالغ الأثر. بدأنا باختيار الأستاذ الجيد القدوة اللي يعرف يربي، وصلنا إلى الآتي، وصلنا إلى جامعة لها خدمة مجتمعية في كل ركن من أركان المحافظة تحت إشراف السيد المحافظ دكتور محمد هاني، وجود جامعة النهضة في كل قرية وفي كل ثغر من ثغور محافظة بني سويف. أدى ذلك إلى أهالي بني سويف اللي كانوا بيثوروا على الجامعة هم اللي بيحافظوا على الجامعة، هم اللي بيحترموا الجامعة، وهنا الخلاف. الحاجة الثانية على المسار، ده المسار المجتمعي وأشياء كثيرة يطول المقام بها، لكن على المسار العلمي احنا نقلنا جامعة النهضة من المحلية إلى العالمية، سواء على الكيو اس ريتنج أو رانكينج أو النيو ماتريكس وأشياء كثيرة جدا. اترجم ذلك على الأرض إن أولادك في جامعة النهضة بيتدربوا في فيينا، مستشفيات فيينا. نتج عن ذلك إن طلاب جامعة فيينا شاوروا على أستاذة من اللي عندنا عاوزينها تدرس عندهم، يبقى سيادتك عندك أستاذ ما زال كويس. الزملاء في فيينا شاوروا على طالبة عاوزينها عندهم بعد كده. الطالبة دي ليها قصة لطيفة جدا يا فندم. من قرابة 4 5 سنوات زي اليومين دول كنت مروح الساعة 5 والناس كلها روحت، لقيت بنت وأمها واقفين يعيطوا، فأنا رجعت. في إيه يا ستي؟ قالت لي والله أنا بنتي ناقصة نص درجة، مش نص في المية، عن الطب، وهي جايبة كل كليات الطب بس هي مصرة على الطب. وأنا الحقيقة أبوها بيشتغل كذا وأنا بشتغل كذا وإحنا ناس غلابة ما أقدرش على الجامعات الخاصة، وقالوا لي المنحة عاوزة واسطة، وإحنا ناس على الله وغلابة ما عندناش لا منحة ما عندناش لا واسطة ولا عندنا فلوس. فأنا في الوقت ده كنت خلصت عدد المنح المقررة لي، قلت لها يا ستي إحنا كلنا على الله وغلابة، وبكرة الصبح تعالي خدي منحة. دكتور خالد يمكن فاكر أو ناس، أنا كلمت يوميها. دكتور خالد كان في هذا الوقت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولأن إحنا صداقة العمر كان ممكن يستثني أي حد إلا أنا عشان إحنا أصحاب، وكنت أحترم ذلك. بس أنا قلت له يا دكتور خالد بعد إذنك عاوزين منحة عشان وضع كذا كذا كذا. البنت دي حاجة من اتنين، يعني ناخدها منحة يا ناخدها على حسابي وحسابك بالنص. طبعا وافق على المنحة فورا عشان ما يدفعش نص. لكن يا دكتور خالد لازم تعرف إن البنت دي السنة دي هتتخرج، هي الأولى على الدفعة، هتبقى البنت دي صدقة جارية عليا وعليك ما حيينا وبعد مماتنا. طول ما هي عايشة كل ما هتعالج حالة وكل ما هتقيم أسرة ده هيبقى صدقة جارية عليا وعلى حضرتك. يا فندم احنا رسالتنا رسالة قوية، وهي تبنى يبنى عليها. أشياء كثيرة لو قعدنا نتكلم عليها مش هنخلص ومش عاوز أصدعكم. أما بجامعة بادية فهي الحقيقة مش هقول إن هي جامعة في كومباوند جميل وهي حلوة علشان عاملة جونفنشر مع تكساس وجامعة من أكبر جامعات العالم، وإن الاتفاقية دي مش مجرد ورقة. لا 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 يا فندم، مش بدي ورقة، أنا بدي كونتنت. أنا الأساتذة من جامعة تكساس هيجوا يدرسوا عند ولادك هنا يا فندم، وولادك هيتدربوا هناك كلهم، واحنا مش مترجدين أعداد كثيرة يا فندم عشان نستطيع إن احنا ندربهم في تكساس. لكن جامعة بادية أنا متفائل بها لسبب تاني خالص. يمكن تشاركون الرأي إن دايما عندما تحسن المدخلات تحسن المخرجات. لما يدخل التعليم استثمار طيب وأصيل وحلال وقوي زي المهندس ياسين منصور، الحقيقة ده حاجة هنسعد بها جميعا في نادي العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. إضافة الحقيقة لمنظومة التعليم والبحث العلمي أن يكون مستثمرا فيها مثال آل منصور، ممثلين في المهندس ياسين والأستاذة راوية في مجلس الأمنة، نيابة عن كل آل منصور اللي كلنا عارفين تاريخهم. الحقيقة إحنا يعني شاكرين تشريفكم، وهي رسالة لكل الدنيا أن الدولة المصرية تقف
دائماً خلف كل تجربة ناجحة في هذا الوطن، خصوصاً ما يخص التعليم والبحث العلمي. شكراً.